كابتن محمد عبد الله اقسم على الهوى ان انتمائك مازال زملكاوي وانك بتشجع الزمالك. هو كابتن فعلا كان قاعد معايا، احنا كنا قاعدين بنتفرج على ماتش الزمالك، بس انا نزلت في الدقيقه 15 رايح، كان عندي جلسه ما اتفرجتش على بقيه الماتش. كل ماتش فيوتشر، ماتش فيوتشر، كل اللي حصل ما بيننا ان هو كان جاي يشوفني، جالي البيت كان جاي يشوفني واطمن عليا، وانا استاذنته قلت له بعد اذنك يا كابتن انا عندي دكتور فلازم انزل دلوقتي، وهو كان قاعد مع اخواتي في البيت. ده اللي حصل، نزلت في الدقيقه 15. طب انت عشت حياتك كلها بتحب الزمالك وبتشجع الزمالك، والبيت عندك كلهم زملكاويه، اخواتك ووالدك كانوا زملكاويه، كانوا زملكاويه، احترفوا معاك، كانوا زملكاويه، خلاص البيت كله اهلاوي. اخوك لسه معلق صورتك بتيشرت الزمالك في المحل بتاعه؟ محمد اخويا لسه معلقها زي ما هي، بس هو من جوه اهلاوي. مش عارفه اصدقك. لا صدقيني، ما اكدبش في حاجه.